السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم حبيت أقدم لكم طريقة عمل بيض اللقلق، اللي هو حلى عراقي قديم، وأيضا يسووه بالدول الغربية يسموه مارينج، يعني ينصنع من بياض البيض. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي مي ساخن، وخليت عليه الكاسة هاي كبيرة، وخليت عليها 3 بياض البيض، وضفت له ربع كوب شكر. بياض البيض بدرجة حرارة الغرفة، لازم يكون شوية دافي البيض، يعني مو بارد. وبديت أخلطه، بقى المي الساخن جوا إلى أن ثخن شوية، وبديت أضيف لهنا نص كوب شكر باودر، ضفت ربعين، يعني صار عندي نص كوب، إلى أن بدأ يثخن زين يعني بهالصورة. وبقيت أخلطه طبعا هواية، يعني وقت طويل، يعني تقريبا ربع ساعة أخذ، لأنه يحتاج خلط جيد وسريع. وذا بالعجانة، إذا عندكم عجانة قوية هم ممكن، بس أنا استعملت هاي الخلاط اليدوي الكهربائي. وضفت هنا نص ملعقة أكل فانيلا باودر، ممكن تضيفون سائلة. وهنا شلته من المي الساخن، وبقيت أخلطه بهالصورة إلى أن ثخن، وصار بهالصورة. شوفوا ما يوقع من الخلاط، شوفوا ما يوقع من الخلاط، من أشيله هذا. وراح اقسمه الى 3 اقسام بكاسات، واخلي له الوان الطعام حسب المتوفرة عندكم. اكو ناس عندهم الوان الطعام السائلة، او الوان الطعام الباودر حسب المتوفرة عندكم، او ممكن تسووه ابيض عادي مو الا تلونه. خلطته هنا، انا سويت مقدار صغير يعني مو هواية، ممكن تزيدون بياض البيض وتسوون اكثر. بهالصورة راح اخليه بكيس التزيين، هذا اللي نزين بيه الكيك، ويكون بفورم حسب رغبتكم. وممكن اذا ما عندكم فورم، بس مجرد تقصون الكيس راح يطلع لكم يعني فورم عادي مثل هذا. هذا الفورم عادي لانه ما بينقشه، وهذا بينقشه مثل الوردة بهالصورة. وانا سخنت الفرن على درجة حرارة 150، وخليته بالوسط، واخذ وقت تقريبا 50 دقيقة، وطلعته. وهذا شكل النهائي، جربوه ان شاء الله يعجبكم، والف عافية. ولا تنسون تسوون لايك للفيديو اذا عجبكم، وتنشرون الفيديو بين اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشتركون بالقناة دائما مشتركين، وتفعلون الجرس اللي بجانب الاشتراك، واللي مفعلين الجرس ارجو ان يعيدون التفعيل، ويختارون الخيار الاول اللي هو كل الفيديوهات توصلهم، حتى يوصلكم كل جديد من مطبخ الاكلات العراقية.